تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورسودان، محملتان بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وفي سياق متصل، تم سفر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية والمقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية ببورسودان. المساعدات دي جاية ومعها مجموعة من كبار المسؤولين المصريين لإيصال أو توجيه رسالة سياسية للمجتمع الدولي كله بأهمية التضامن مع السودان في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة اللي زي ما قلت إن شاء الله يمر منها. مصر لن تألو جهدا في سرعة إنهاء الأزمة الحالية في السودان، وأيضا لن تألو جهدا في عودة الحياة إلى طبيعتها لإخواننا السوداني، وبنقول لهم إن شاء الله السودان زي ما عودنا دايما يعدي أو يمر من هذه الفترة الصعبة بجهود أبنائه وبتماسكهم وتضامنهم. نتقدم بخلص الشكر لكل الشكر وآيات الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاكرين لمجهوداتهم المقدرة، وهذا إن دل عبدالله على خصوصية العلاقة بين السودان ومصر التي يدار في جذور التاريخ العميق. يمكن مواقف جمهورية مصر العربية لا تعد ولا تحصى تجاه شعب السودان في كل الملمات والكوارث التي حصلت خلال السنوات الماضية. نحن من هذا ندل على أنه قوة العلاقة وخصوصيتها بين مصر والسودان. نحن برضو للمرة الثانية شاكرين للسيد رئيس جمهورية مصر العربية على رعاية هذا المجهود، ونتمنى ان المسائل تدور تعود العلاقه بين البلدين كما كانت والامور تسير بين البلدين كما كانت ان شاء الله. ياتي ذلك تاكيدا على متانه الروابط التاريخيه التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القاره الافريقيه في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.